موعد في صوفيا مع الطلاب العرب. إلى هنا جاءوا منذ أمد بعيد على أمل العودة برسالة علمية من بلد يتمتع بإرث ثقافي عريق. بعد التغيير تقطعت بالبعض سبل الحياة، أما البعض الآخر فشق طريقه بنجاح وبات جزءاً من النسيج المحلي. أنا ربيع أبو شقرة، أصحابكم في مهمة خاصة عن مدينة خاصة تدعى مدينة الطلاب. صوفيا، موئل الأبجدية السيرلية التي ظهرت في القرن التاسع الميلادي على يد القديس سيريل، تضج بالكليات والمعاهد وتشتهر بالثقافة متعددة القوميات نظراً لتعدد القوميات والإثنيات فيها. بعد 10 سنوات من حرب القرم وتحرر البلغار من الاستعمار العثماني على إثر اتفاقية سان ستيفانو في القرن التاسع عشر، تأسست جامعة صوفيا في شارع ما زال يحمل حتى اليوم اسم الاتفاقية، جامعة شيدت عام 24 على يد الأخوين خريستو وإفلوغي جورجييف، وهذا ما يفسر وجود تمثالين لهما عند مدخلها الرئيسي. المدينة العريقة التي كانت تتباهى بنموذجيتها بلغاريا باتت اليوم متهالكة نالت منها السنوات. تحولت المدينة إلى مجموعة من أحياء بائسة تكاد لا تسكن فيها إلا الذكريات، التي رافقتنا عبر أعين هذا الرجل العجوز الذي يعمل كحارس لمبنى طلاب التربية الرياضية. هنا الخدمات شبه معدومة والصيانة تتم بالحد الأدنى، ربما لأن معظم السكان من الأجانب ولا يصوتون في الانتخابات البلدية، لكن عجلة الحياة فيها مستمرة ومظاهر العولمة موجودة. على الجدران ملصقات لا تمت إلى الطلاب بصلة، وأماكن لا يفترض أن تتواجد في مدينة الطلاب، وأخبار كثيرة عن مكان يروج فيه كل شيء. أما في البازار فتجد الكثير من الحاجيات والبائعين من مختلف الجنسيات حتى الأفغانية. مدينة الطلاب في بلغاريا كانت بأيام الحكم الشيوعي تعتبر أكبر مدينة طلابية في العالم، لكن هلأ ما هي أكبر مدينة طلابية؟ والخدمات المتوفرة في العهد الشيوعي ليست متوفرة في العهد الديمقراطي إذا صح التعبير. بتلاقي مثلا في بعض البلوكات أيام الشتاء ما عندهم تدفئة مركزية، ما عندهم مي سخنة، لكن أيام الشيوعيين كان كل هالمسائل كانت مغطاة لون وبأرخص الأسعار. يعني مثلا كان طالب ياخذ يدفع أمر رمزي يعني 3 ليفات 5 ليفات 10 ليفات، بينما هلا ممكن الطالب يدفع 100 ليفة. الطلاب كانوا ياخذوا مرتب من الدوله مثلا 100 ليفة، لكن هلا ما بياخذ طالب مرتب من الدوله، اهله اذا كان بلغاري او اجنبي اهله بيعطوه، حتى كان المفد يقبض مرتب من الدوله. طبعا الشباب اللي اجوا على بلغاريا كانوا يدرسوا من الشباب العرب دون استثناء، في منه كان يجي على حساب الحزب اللي حاكمته الدوله تبعه اذا كان تابع لحزب، او يجي على الحزب الشيوعي لصالح الحزب الشيوعي، او يجي على حساب جمعيه الصداقه البلغاريه او الدوله اللي هو منها. المباني في ضمن المباني الدوله اللي كانت لحساب الدوله زرعت مباني حديثه، ومنها قد يكون شرعي ومنها قد لا يكون شرعي، منها قطاع خاص ومنها غير قطاع خاص. المباني القديمه اللي بعدها صامده لليوم، طبعا الخدمات ليست متوفره كما كانت سابقا، والاهتمام في الابنيه وفي الحدائق وفي ملاعب الاطفال. يعني تصور يقال كمثل أنه أطفال أوروبا الشرقية مدللين وكلاب أوروبا الغربية، وهذا مثال يضرب يعني كان على الدور الشيوعيين، لكن هلأ يعني الناس ما عم بتولد في بلغاريا مثلا، وممكن بعد 20-30-50 سنة العرق السيغاني يغطي على العرق البلغاري، لأنه البلغاري يعب إذا بتزوج بيجيب واحد أو ما بيجيب. ليش؟ ليش تكلفة الحياة وثمن التكلفة الباهظ. يقال أن عدد الطلاب الذين يسكنون هنا يصل إلى 50,000 طالب. لا أحد ربما يعرف الرقم الصحيح مع وجود من يسكن هنا لتدني قيمة الإيجار. بعد 20 عاماً على سقوط الشيوعية لم يتبقى الكثير من الطلاب العرب وحتى الأجانب، نظراً للخدمات المحدودة وغياب المنح الدراسية. في العهد القديم يعني كان اعتناء بشكل رئيسي بالطالب الأجنبي وفي مسكن الطالب الأجنبي، وحتى بعض الإخوان أخبرني أنه كان القسط اللي يدفعه القسط اللي كان يدفعه ينخصم جزء منه للمسكن مالته وجزء منه كراتب إلى يومي، يعني كراتب شهري للطالب. فكمدينة طلاب
يعني اذا نقارنها بغير مدينه الطلاب يعني بيها مساكن وبيها جامعات، بس اكو بعض الامور يا اخي يعني مثلا اكو بيها ان احنا نسميها هنا يسموها المراقص او الديسكو كلوب، مفتوحه بيها ديسكو كلوبات ومرات يصير نويز واصوات. في بعض الاحيان اني اذكر مثلا من اكون بالغرفه مطالع بالليل تدري بعد ما يخرجون من الديسكو يكونون سكرانين وصاحهم وهوستهم، ممكن يكون بالنسبه لهذا المجتمع هذا شيء طبيعي، بس احنا كطلاب تشزنسي يسمونه او فورن طلاب يعني نشوفه هذا فد شيء مو منقول يعني مو حضاري، او تقدر تقول ماكو فد احترام للطالب. يعني المفروض يعني هاي طالب يكون عنده دراسه، طالب يكون عنده امتحان يريد يركز، خصوصا احنا دراسات عليا. في هذا المكان من صوفيا القديمة تزدحم الأقدام بغية التسوق وتكثر المحال العربية الطابع. هنا يسكن العديد من أبناء الجالية العربية بعد تخرجهم وانتقالهم من مدينة الطلاب، كهذا الطالب اليمني الذي يحضر إجازة الدكتوراه في الطب. مع الانفتاح صار في لما شفت أنا لما رجعت صار في مباني خاصة وسكن خاص أيضاً، وصارت المدينة الطلابية أكثر من مدينة ليلية أكثر من ما هي مدينة طلابية. يعني الملاهي والمطاعم والمقاهي صارت أكثر، يعني صارت كثيرة. شو المشاكل اللي تسمع عنها صار؟ والله المشاكل اللي بنسمع عنها هي نفس المشاكل اللي بتطلع بالقنوات البلغارية وبيشتكوا منها نفس الطلاب البلغار، إنه المدينة الطلابية صارت إزعاج وصار فيها مراقص كثير أكثر من الحد المطلوب. وصارت مشكلة قبل فترة مع الطلاب إنه